بكم الى ركلات الترجيح، حيث الامر الاخير لحسم نتيجه هذه المواجهه والتاهل الى الدور القادم والوصول الى المرحله القادمه من منافسات بطوله كاس العالم. المغرب من اجل صناعه التاريخ يبحث الان في هذا اللقاء عن التاهل للمرحله القادمه، وهو من سيبدا التسديد اولا عن طريق صبيري. عبد المجيد صبيري هو من سيسدد الركلة الترجيحية الأولى، ويقولون غالبا من يبدأ التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة، لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة أوناي سيمون، عبد المجيد